افريقيا ورجعتوا تلعبوا في الدوري، شايف موقف الاهلي افريقيا ازاي بعد مباراتين اديتهم بنجاح جدا مع مستر كارتيرو؟ في بطوله الدوري احب ابدا بالدوري، لان اللاعبين كلها بتتكلم بتقول السنه دي الدوري هيبقى صعب، اصعب من اي موسم تاني. في انديه تانيه جابت لعيبه كويسه، بس الكل عارف الاهلي ايه. طبعا احنا كلنا مؤمنين بامكانيات النادي الاهلي، وعارفين دايما الاهلي هو المرشح الاول للفوز باي بطوله، اي بطوله يدخلها. اتمنى نطلع كل طاقتنا عشان نحقق افضل نتائج في الدوري السنه دي، وانا عندي ايمان كبير بامكانيات اللعيبه، وعارف ان ممكن يحققوا افضل نتائج. اما بالنسبه لبطوله افريقيا، في طبعا منافسات قويه مع فرق كتير زي مازيمبي من الكونغو، والترجي من تونس، والوداد المغربي. احنا فرقتنا يعني قوامها جديد، واعتقد احنا المفروض نحافظ على فرصنا وندافع عنها ونحافظ على اسم النادي ونحقق افضل النتائج. ولسه الكوره، ودي تسديده ارضيه وفرصه كبيره وجول جول 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 جول. اجايه اجايه النصر النيجيري يعرف من اين توكل الكتف. لعب من لمسه واحده على طول، اجايه بيعمل فنتات وبيغير اتجاهات. يا ولد على الهات وخد، ودي كرة حلوة. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، الله 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 على الجون التاني. أحلى كلام وأحلى أنغام وأحلى جمل. أول مباراتين في أفريقيا كان في سوء حظ كده في المباراتين، ولكن بعد كده رجع الأهلي بشكل كبير جدا. تتوقع إيه في اللي جاي للنادي الأهلي؟ إن شاء الله النادي الأهلي قادر يتخطى على دور المجموعات. أول مباراتين كان فعلا الأداء مش كويس والنتائج ما كانتش مرضية، لكن الماتشين اللي بعد كده لعبنا كويس وبينا الكورة بتاعتنا. السنة اللي فاتت كان المفروض نكسب البطولة، يعني ما كناش قريبين من المنافسة، بس قربنا من المنافسة ووصلنا للنهائي. السنة دي أنا مش عارف بصراحة الماتشات الجاية ممكن إيه اللي نزوده أو ممكن نطلعه علشان نحقق أفضل نتائج عندنا، بس كل طموحنا إن إحنا نكسب. ولعبنا قبل كده وحققنا عندنا خبرة إفريقية، وإن شاء الله السنة دي بخبرتنا ممكن نعمل نتائج كويسة. أجاي الوضع اتغير، الأول كنت بتتابع المباراة وبتقاتل داخل الملعب، ولكن مع بداية الدوري مثلا أنت شفت مباراة النادي الأهلي سواء كان مع الإسماعيلي أو مع المصري من التلفزيون، وأعتقد إن دي صعبة عليك، لكن اشرح لي إزاي شفت الماتشين ورأيك. أول مباراة إنك تلعب قدام فرقة كبيرة زي فرقة نادي الإسماعيلي، طبعا دي مباراة مهمة في الدوري. حتى لو تعادلت وضيعت نقطتين منك ممكن تعوض في الماتشات الجاية، لأن دي فرقة كبيرة. أنا بعيد عن النتيجة، أنا كنت سعيد بأداء فرقتي عشان بيلعبوا كرة كويسة. الأداء كان قوي وده حاجة مهمة، وأنا سعيد بأداء اللعيبة في الماتش. وقبل مباراة المصري أنا اتكلمت مع اللعيبة وقلت لهم لازم نكسب المباراة دي. المباراة اللي كسبنا فيها المصري احنا كنا سعداء جدا، لأن لعبنا كويس جدا، وأعتقد دي بداية جديدة نتائج إيجابية في الدوري. طبعا أنت عارف إن جماهير النادي الأهلي ما بترضاش غير بالرقم واحد أو البطولة دايما، ودايما بيحسوا لعيبتهم على كده. الدوري زي ما انت قلت، في ناس كتير بتتكلم ومحللين ولاعبين على ان الدوري السنه دي صعب، في فرق مدعمه، ولكن يبقى الاهلي هو الاهلي. شايف المنافسه ازاي على البطوله السنه دي؟ طبعا انا اعلم جيدا، انا عارف كويس ان الدوري السنه دي قوي. كل سنه الدوري بيبقى قوي وصعب، لكن دايما بندي افضل ما عندنا عشان نحقق افضل نتائج. أنا فاكر أول موسم ليا مع النادي كان موقف النادي صعب جدا، وكان مباراة صعبة مع المقصة. السنة دي برضو زي المقصة في أندية تانية، إحنا مش فارق معانا مين فرقة قوية مين فرقة بتنافس أو بتنافس، إحنا مركزين تماما بنبص لنفسنا بس، والمدرب مركز معانا كويس، وأعتقد مع جهاز فني كويس زي اللي موجود دلوقتي ممكن نحقق نتائج كويسة.
فرق كتيرة بنحس لما المدير الفني أو الجهاز الفني بيتغير بيحصل حالة من عدم الاتزان في الفريق، لكن الأهلي فرقة كبيرة، فرقة قوامها معروف، وبالتالي مع جهاز فني جديد لقينا الأداء مستمر أفضل وماشي كويس. ده معناه إن في قوام مهم جدا ومحترم، لكن الجهاز الفني الجديد مستر كارترون مستر وكابتن محمد يوسف وباقي الجهاز أول البداية معهم قالوا إيه واتكلموا مع اللعيبة إزاي، وإنت شفت إن الناس دي بتفكر للمستقبل مع الأهلي إزاي؟ I think the new coaching crew have been so encouraging. Yes, you know, because طبعا الجهاز الفني شجعونا واتكلموا معانا وحاولوا يحفزونا. هم بيحاولوا يبقى في توازن فني في الملعب، وبيحاولوا يدوا أهمية لكل لعيب، وكل لعيب ليه دور في الفريق سواء بيلعب أو ما بيلعبش. بيحاول يدمج العناصر كلها، كل مجموعة اللاعبين، ويطلع أفضل تشكيلة تمثل النادي الأهلي في مباريات. طبعا بتلعب مع مدرب جديد، لازم تبذل كل اللي عندك عشان تبين له إمكانياتك، وأعتقد إن هو بيشتغل معنا كويس جدا، وأعتقد إن مع الوقت الأداء هيتحسن أفضل. هو بيحاول يطلع كل اللي عندنا وبيشغلنا كويس. طبعا الموضوع محتاج شوية وقت، لكن في الآخر هنوصل للأداء اللي احنا عايزينه ونبقى فرقة قوية ممكن تنافس في كل البطولات.